أهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، ما رضاء الله إلا في رضاء الوالدين. اليوم احنا موجودين في مدينة ميغرين. مدينة ميغرين بطبيعة الحال تابعة ولاية بن عروس، وموجودون في شارع الحبيب بورقيبة أو الحبيب بورقيبة كما يحلو لأبناء تونس تسميته. موجودين في بيتزارية إكس تايم، اختصاص لساندويتش مقلوب والبيتزا. باش نحاولوا نغيروا شويه ونخرجوا شويه من المتعودين عليه، الصحن التونسي والكسكروت التن، ومش نشوفوا اليوم البيتزا والمقلوب. في البدايه احنا ديريكت نسالوا صاحب المطعم. مرحبا بكم. وبيك عايش، يعطيك الصحه. دونك نشكروا الساعه على الاستضافه وعلى السماح لينا باش نصوروا معاهم. اما مش نحاولوا انه ناخذوا منه الاذن باش نصوروا مع الخيان اللي شاف الموجودين على الكوشينه نتاع الريستو المقلوب والبيتزا. مرحبا بكم كل وقت. سؤال فقط لربما الاخوين الكل اللي تبعوا فينا، علاش فقط اختصيت في مثلا اللي تعرفت في ميغرين على بالمقلوب والبيتزا؟ والله احنا لعبنا على تروز اوبجيكتيف، كاليتي كي اي كونتيتي، فهمت؟ والسيرفيس والنظافه والسيرتو الكاليتي، فانا نزيد بيان كاليتي. بالنسبه للمشكل نتاع العجين، ديما الحريف ديما مشكلته العجينه نتاع البيتزا ولا العجينه نتاع الساندويتش. انتم العجينه نتاع اخي اسكو تحضروا فيها انتم ولا تاخذوا فيها مع الفورنيسور؟ نخدموا هنا ميم حتى لي صوص طوماط فخي، الخضره فخي، صوص طوماط نعملوا حب صوص فخي. العجينه كان نخدموها واحد هوني. انا ما حبيتكم نجوزو خبز. بالنسبه للسوام، السوام انا قلت لك احنا الاوبجيكتيف تاعنا كاليتي فخي. مثلا ناخذوا بيتزا مويان نبتون، قداش سومها؟ نبتون مويان 7500. 7500 مويان هذي. مويان هذي. بالنسبة للمقلوب سكالوب؟ مقلوب سكالوب 6000. 6000. دونك احنا نستسمحوك باش نصوروا معاكم المقلوب سكالوب ومش نصوروا بيتزا نبتون. دونك باش ندخلوا مع الخويان للكوجينة. وين الكوشة؟ لربما سخونة شوية ما يسالش. دونك دخلنا وين الخويان في الكوجينة الداخل، وباش نبدوا بطبيعة الحال البيتزا والمقلوب. نبداو بالبيتزا. بالبيتزا شنو هذه اللي تحضر فيه؟ هذه نبتين. هذه العجينه نتاعنا؟ هذه العجينه. يال تخدم بالقلقال ولا بيت؟ بالقلقال. ثاني حاجه البيتزا والكسكروتات ناخذهم كان من هنا. معناها ندلوا الرستورون نتاعنا، البيتزا نتاعنا، البيتزاريه نتاعنا، وندلوا عليها وحاجه نظيفه وحاجه باهيه. انا الحقيقه جيت سبيسيالمون البيتزا، سورتو كاليتي نتاع البات، عندنا معناتها بات فين، وديما كيك سوا معناتها السلعه لاحظت انه حاجه ديما فرشكه، معناها كيك سوا فتهم مفصله. وانا الحقيقه اللي معناتها سونسيبل ياسر مع المايونيز ومن هريسه وسلايد. كل ما ناخذ من عند خونا وسام يعطيه الصحة، معناتها نحس روحي ما نتقلقش. وسيرتو الكاليتي نتاع البات، البات البات اللي تري تري سبيسيال، بات فين يعني حاجة باهية. وبالنسبة للبري؟ البري ريزونابل معناتها بارابور للأسوام، معناتها أنا حسب نشوف معناتها في متناول الجميع بارابور للأسوام. نشوف معناتها بيتزا معناتها يا كومبري الفريت نتاعها كومبري معناتها هذاك بوتي نتاع غازوز تكلف 10000، معناتها سي لا موان، معناتها بري ريزونابل. مرسي يعطيك الصحة. عايشك. نرجعوا للبيتزا نتاعنا اللي بريسيب. شيف يال توا شنو هذيك الصوص هذيك شنو؟ هذه صوص طوماط. طوماط شنو اللي فيها صوص طوماط؟ مكونات صوص طوماط كيفاش حضرتها؟ هذه صوص طماطم مكعب طيبناها، فرحة بق وثوم وريسة عربي زعتر زعتر وكليل. شنو هذاك اللي حطيته؟ هذا جبن موتزاريلا عربي. جبن موتزاريلا عربي. بالله جبن موتزاريلا عربي مع التوانسه يخصدوا موتزاريلا عربي، الموتزاريلا الجبن اللي تصنع بالطريقه التقليديه ماهيش الطريقه الصناعيه او الكيميائيه، هذا مصنوع بالطريقه التقليديه نتاعنا. هذاك علاش التوانسه سماه موتزاريلا عربي. واللي يحب اللي نزينها بشويه فلفل. شويه فلفل هكاكا باهي خلاص. شويه طماط. شوية بازيليك. شوية الأحباق.
يلا طب مش تدخل الفور. قديش تاخذ وقت في الفور شيف؟ 5 دقائق 4 دقائق بين 4 و5 دقائق. دونك في الانتظار تشوف المقلوب معاك. يلا مقلوب نعملو حايد مقلوب سكالوب. هذيك البيتزا حضرت مقلوب نتاعنا سي بون سي بون سيبا هذه بيتزا حضرت سيبا. نشوفوا المقلوب نتاعنا. هذا المقلوب نتاعنا تقريبا نحب فيه كل شيء. مايونيز هريسة سادم شوية شوية حار شوية حار شوية في سلطة أنا بسال طقوس ومعك بيتزا دونك هذا المقلوب تاعنا حضر مقلوب سكالوب مع الفريت مايونيز كاتشب والهريسه صح مش فاك الفيديو تاعنا اليوم اون برينسيپ في الاخر هذا اللي شفناه اليوم البيتزا نيبتون موين والمقلوب سكالوب بالنسبه للي بري بيتزا نيبتون قداش هذه اكسل هذه ولا مويه هذه اكسل التصحيح هذه اكسل ما هي الجازوزه فاش غادي 10000 والاسكالوب المقلوب 6000 مع الجازوزه با نعطيهم الجازوزه زيدوا الجازوزه زيدوا 7000 فرنك بالجازوزه دونك هذا الفيديو اليوم نتاعنا من نيكست تايم نشرح ببورقيبه من ميغرين يعطيكم الصحه على المتابعه شكرا جزيلا على حسن الإصغاء إلى لقاء قريب في فيديو آخر إن شاء الله وما رضا الله إلا برضا الوالدين.